لنا شويه تفاصيل زياده عن الميديا باين. اوكي الميديا باين بناخد الاول ازاي هاو تو سيرش فور يور كاستمر، ازاي ابحث عن عميل اعرف البيهيفير بتاعه ايه، انتقي الكلمات البحثيه تخص منتجي واللي هو بيستخدمها، بيستخدمها فين، اقدر احدد اللوكيشنز اللي اقدر اوصله بيها كمواقع او كنتوركس، ازاي اعلن ليه، احط اعلان عنده يظهر له ازاي، ازاي اختار بادجت واظهر بشكل مناسب. في طرق في الميديا باينج مش تريكس، هي فنيات، ان انا ممكن استخدم كلمات بطريقه معينه تخليني ادفع كوست قليل على الكلمه نفسها. اعملها مره عربي، اعملها مره انجليزي، اعمل اثنين سويتش على جوجل او النتوركس بتفهم جزء منها وتحاسبني على حاجه ثانيه، ليها تريكس كده. فاحنا نقعد فيها نرسم من اول ما اعرف انا منتجي ايه واختار له كلمات شكلها ايه، وايه الكلمات اللي مختاره اللي ابتدي اترجتها الاول وابعد عن اللي بوستها اكتر، ابتدي احط الكلام ده في السيستم ازاي، امبلمنت ازاي، اتفعله ازاي، اتابعه ازاي، احاول الكلام ده ان بعد ما الناس خدت وشافت الاعلان ودخلت على الويب سايت ابتدي اقدر اخد اناليسيس بقى، ولما اخترت الكلمات ودخلوا الويب سايت عملوا ايه؟ راحوا فين؟ واتراك بقى الكلام ده عشان احسن بعد كده الكامبين. ده اوت لاين للكورس بتاع النهارده، وفي ديتيلز للعناصر اللي اتكلمنا فيها والكورس اللي بتاع. واحنا مكملين مع بعض اسئله حضراتكم، اكتبوا لنا بس الاسم الثلاثي انجلش، احنا هنعمل نعم انجلش الاسم بالانجلش عشان احنا بنجهز شهادات لحضراتكم اعتزازا لزيارتكم لينا، يشرفنا ان مفيش هذا من الدول العربية بحضور الناتو بتاعت النهارده. الميديا باين زي ما قلنا هي الغرض منها ان اقدر افعل حمله اعلانيه في 24 ساعه، واقدر اوقفها في اي وقت تايم بلان، يعني اقدر اشتغل من 5 ل 7 كل يوم او يوم كذا وكذا، بس كنترول يعني مش حاجه بس اعلنت وخلاص، لا انت بتحاسب اب تو 1 كليك او ستارتنج فروم 1 كليك. المشاهدات ستارتنج فروم 1000 مشاهده، احنا قلنا 1000 مشاهده يعني 1 على 100 منهم يعني اقدر 10 اشخاص. ستارتنج بادجت اللي هي ممكن هيبتدي بقل من 100 دولار. كل ما يخلصش يحط، احنا بنقول لا احنا نوفر 100 دولار بادجت اوريدي. ريدي تو ران. اتفضل. دلوقتي حضرتك لو احنا عندنا برودكت معين وعايزين نعمله لونشنج الاسبوع الجاي. تمام. الكورس ده انت حضرتك محتاج واحد قاعد اساسا على النت طول النهار او شغلته في الشركه او اللي هياخد الكورس ده شغلته اساسا انه قاعد على النت طول النهار، محتاج يزود السكيلز بتاعته او يحط الكلام ده، وهيحتاج ناس ثانيه تصمم له الاعلانات اللي هتتحط، محتاج ناس ثانيه تسوق له البرودكت، محتاج القصه احنا فين من ده كله؟ لا الميديا باين مش كده، بس اقول لك حاجه، لا تاخد خط نبتدي عن طريق الانترنت. تعالى نقول اسهل حاجه ممكن تتعمل ايه؟ ان الميديا باين اختار اعلانات بصيغه معينه واستهدف فيها عمر صح. ابسط حاجه 24 ساعه تبقى ايه؟ مش محتاج اي حد بقى من المجموعه الثانيه دي. تمام؟ كلمه اختار دي ما انا قلت اتفضل. كلمه اختار اعلانات بطريقه معينه، انت محتاج الماتيريالز اللي تختار منها. جميل. في ناس ثانيه اللي هتشتغل. يعني الحته اللي انا لا اقصده الكورس ده بيزود السكيلز بتاعت مين؟ بتاعت الراجل اللي قاعد على النت عشان هو لا بيزود السكيلز بتاعت الراجل اللي بيعلن. اللي عنده قرار الاعلان، اللي عنده اعلن عن ايه؟ هعلن اقول له ايه؟ يعني النهارده لو في ديبارتمنت شخص ما عند حضرتك بيقول لك احنا هنعمل اعلان في الاهرام عشان عاملين ملحق طبي. طب يا جماعه ادوني ابديت البرودكت ليست وايه الديتيلز بتاعتها عشان ابتدي اشوف اعلن عنها ازاي. من هو هذا الشخص؟ هو ده لو هو الاونر يبقى الاونر مش هيعرف كده. الشخص ده يجي يقول لك انا عارف المنتجات شغاله، عاملين مونيك سيستم، هو دي هياخد السايكل بتاع الماركتنج الطبيعي جدا. والحاج ده هيعمل عنده النار. نفس الكلام ده هيعمله على الانترنت. فين المنتجات؟ هات له صورها. حطيت صور على النت او على الموقع؟ لا، حطوها يا جماعه. يا يعني شخص اعمل، او انا اللي بعمله انا بعرف، او انا ما اعرفش. هيجي لي شخص، طب هعمله عنده النار، بلاش النت يا جماعه، الندوه دي مش بتاعتنا دلوقتي، هنعمل عنده النار.
طب هنقول ايه؟ فين المنتجات اعرفها؟ طب جاهزين لما الراجل يتصل ترد عليه؟ لا لسه ده بيجهزوا. طب لو جالنا في برشوز ده انت بيعملوه؟ طب برضه اكيد هيجي على حاجه. هي القصه مش بس الميديا ازاي، هو تبعات الكلام ده مطلوب من الاداره. بس طب توافر، طب انا ما اعرفش المعلومه بقى. يعني ويتش از المفترض ان احنا تعرف الاليات وتبعياتها عشان نحقق اعلى كونفرجن. يبقى اللي انا اقصده ان المعلومه دي اللي هياخد الكورس ده يقدر يوصل لمعلومه يعلن في انهي ويب سايت، يعلن بكلمات ايه ويستهدف العميل بتاعه اللي هو عاوزه. يعني هو بقى النهارده بقى يبقى هو الوكيل عليه لنفسه. البديل في الجورنال تقول انا عامل كذا كذا، عندك ايه طبي؟ لو كان عندي المنتجات الطبيه والدليل الطبي بتاع مش عارف مهندسين اخدت مهندسين وفي جورنال كذا كذا وموقع كذا كذا، هو رشح لك وجاب لك شويه احصائيات وهو ده اللي عنده. انت بقى بتعمل ايه؟ تاخد الكلام ده وتعمله اناليسيس وتختار يناسبك او تلاقي صح او غلط او في حاجات ثانيه. انت ما عندك المجال الاجتماعي؟ لا مش عندي. لا انت بقى عندك كل البول ده وانت اللي بتاخد القرار بريزن ترانسبيرنت، مش بايعها لك حد ولا بيقول لك ده احسن ناس وده افضل سعر. تمام؟ في حاجه احنا نفسنا كشركه احنا بنمبلمنت يعني بنقدم السيرفيس. في شركه ما عندهاش حد تكنيكال او وقت انه يقعد يعمل الكلام ده. يا جماعه بصوا المنتج اهو واسالونا الاسئله اللي انتوا عاوزينها. عاوزين تبيعوا ايه؟ يعني الامثله بتحصل. احنا من قبل ما نقدم التريننج كنا بنعمل احنا عملنا التريننج لما ابتدت الشركات تهتم ان عايزه تبني ديبارت من الكلام ده تعملها باي اتس اون. في بعض المعلومات احنا محتاج نسالها احيانا تبقى اجينست البوليسي بتاعت الكامل. طب مين المنافسين كلها؟ انا قلت مين المنافسين؟ طب المارجن بتاعك قد ايه عشان اقدر اقول لك نحط بادجت ازاي؟ اقول لك ادفع كده؟ لا ما لازم اقرب عشان اعرف اساعدك عشان ما تتكلمش عشان في الاخر انت عاوز تبيع. انا مش مهمتي بس ان اعلي لك وخلاص والتاني بقى ما انت ممكن تعلن تدفع فلوس قد كده والمبيعات ما تغطيش. فلازم ابقى عارف هندس فلازم بيلاقي الحته دي. معلش كنا ساعات بنعمل كامبينز شركات هي واخده مننا اعلانات او بنعملها. طب اقول يعني الحمد لله. طب ايه يعني معلش طب ما انا عاوز اعرف عشان اساعدك مش عشان اضحك عليك او اقول لحد. عاوز اعرف كام بولز جات لك عشان اعرف نحسن في ايه؟ دي فاكتورز. اللي بيقول لك انك جالنا في حاسس بحاجه اختار انت المحتوى يعني انت عشان انت تبقى القرار بتاعك عشان ما تجيش تقول اصل النتائج وحشه. ما انا ما عرفتش المعلومه اللي اقدر ابني بيها النتائج احسنها ازاي؟ تمام؟ فالميديا باين كورس اللي هو 3 دي كورس 2 3 4 اللي جاي من 12 ل 3 بتغطي او تريسيرش على اي برودكت. طبعا في الكيس بتاعتنا هيبقى جروب كورس بندي كيس ستادي معنا زملاء في مجال كذا 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 ناخد امثله نبقى عارف هو بيطبق ازاي. طبعا الكلام ده كان بيدان برايفتلي او كاستمايز لشركه عاوزه تطرف اربع خمس موظفينها عشان هم دي شغلتهم. فبالتالي يبقى الكيس كلها بتاعت الكورس على البرودكتس بتاعتهم او على السيكت بتاعهم. الجنرال كورس هيبقى فيه مقتطفات من كذا مثال هتدي برضه اوت لاين وبرين ستورمنج لاطروحات مختلفه انما الاليات واحده كل واحد بعد كده هيطبقها في مجاله. احنا كده كده بنعمل فولو اب حتى بعد الكورس عشان نطمن ان البادجت الالوكيتد دي اللي احنا مدينها مع الكورس تم استفاده بيها افضل طريقه عشان يقدر يبناء عليه يقدر يكمل بعد كده بشكل متناسق. يبقى فيه باي كول اونلاين سبورت لذا لازم نعمل فيس تو فيس ميتنج بس اديشنال كوست. انما لو اونلاين او ثرو سكايب او كده على اجهزتنا واحنا كاتبنا بيدان سموث يعني. زي ما قلت موضوع حضرتك الكامبينز ان احنا نقوم نهندل كامبين او مانج كامبين لشركات متاحه سواء في الميديا باينج سواء في السيرش انجن اوبتمايزيشن سواء في الايميل ماركتنج دي كلها تولز احنا بنجيب الحمد لله استخدامها وعندنا ليها ريزلتس كاستمر بيز وريفرنس الحمد لله بفضلها كويسه جدا. طبعا امثله لبعض الشركات طبعا متوقع احنا كلنا اعتقد عندنا ويب سايتس بس تاكيد ان معظم المجالات كان في اكثر من منتج وقطاع بيستخدم الانترنت والاعلان. ممكن حاجه كونفيرم الايميل بتاعك في الريجستريشن وبعد حاجه
حضرتك وكملتوا ال مش كان في حد بره ولا ميشو انا جايز حضرتك الشهادات وجزاره الاتصالات اللي انا جايز دلوقتي عمال افكر مين المفروض ياخد الكرسي ده دلوقتي مش عارف ماشي اوكي حد يكون عنده يعني لابتوب كمبيوتر انه يقعد ويفكر شويه بس مش محتاج يكون ديزاينر ولا ديفلوبر لان هو مفيش حد يعمل كل حاجه يعني هيجي في حاجه وهيقول للسكرتير معلش دخليه شويه بالبدل هيجي لحد يقول له دور لي على ملفات الشركه على صور منتجاتي واسكنها بالاسكانر. انا لسه في حد عندي عنده مالتي يعني ماركتنج مانجر مثلا هو اللي لو هو في ولكن له باع في قصه الكمبيوتر والكلام ده ولا هو راجل بحت بقى بتاع منصات وغيره؟ لا لانه عاده الماركتنج مانجر ده شغلته القصه ده. انت عايز حد من الاي تي ويكون في نفس الوقت. بتاع الاي تي اقرب الموضوع ده بس هو هيحتاج سنس ماركتنج ده. ممكن ساعتها بتاع الاي تي هيقعد في الماركتنج ابروتش او ايدياز مع الماركتنج مانجر لان هي الماركتنج هي اساسها الماركتنج التراديشنال يقول له طب انت بقول ايه؟ لدينا اجهزه طبيه ولا لا؟ هيقول لا كذا كذا لا انا عايز واحد بتاع اي تي اكتر عشان استخدام التولز عشان بس هي التولز دي ما وحتى لو حد بيعرف يستخدم هو عايز حد دبل فيس في نفس الوقت فاهم البرودكت بتاعت الشركه وفاهم ماركتنج أيوة. وكمبيوتر وحتى جزء الكمبيوتر هو بالذات مهاره انه بيعرف يستخدم الوورد لو واحد يقدر يفتح وورد اوتوماتيك يروح المنيو هنا ومش عارف المنيو فين وداخل على هنا هو ده اللي محتاجه الموضوع هو محتاج يعني اي تي لان هو الفيز الاولانيه بتاعت انه حط المشروع وحط الصور وحط خلصت من الجماعه بتوع الماركتنج خلصوا بتاع الاي تي بقى هو اللي يقعد يفولو اب هو كم واحد دخل وكم واحد خرج وعمل هو معتاد شركات كتيرة عمل بس هي قصة اي تي اكتر يعني الفيز الاولانية دي اوكي خلصنا منها الغالبية لغاية لما عمل ويب سايت وبقى شكلها كويس و خل لم كل الانفورميشن من بتوع الماركتنج عاديين او من اي سورس عادي بس في النهاية عايز اعمل بتاع اي تي بقى يفول اب السايت او يفول اب الاعلانات اللي حصل فيها او كم شركات كتيرة ممكن ليها غالبية بيبقى اي تي هو الموكل بالجزء ده يا ليه بعد كده ماركتنج ديبارتمنت اللي بعد كده ممكن عاملين قسم بقى اللي ليه ماركتنج ممكن بيريفير بعد كده الاي تي او الاول اي تي ممكن تتعاملوا مع ايجنت ما طبعا ما كده هو هيشتغل ازاي ديبارتي بقى يعني ده شغل عقد التربيه بقى يعمل شويه يعني ده ديفرنت موديل وكل شركه بقى على حسب البوليس بتاعتها وحسب كليتها وكده يعني احنا لسه عاملين منتج جديد نوبي ويب سايت اسمها easybed.com easybed انا دخلت عليه بتاع السراير السراير والهوم يوز وده اللي احنا بنعمله لانش اجريمنت كده انا لقيت ان القصه جايه التوقيت ده هيبقى جاي معايا مظبوط طبعا دي حاجه عملت اكيد ريسيرش ان الكلام ده مطلوب ممكن ندخل على السايت اي زد واي اعتقد اي زد واي تسمح لنا نستعرض ويب سايت مره؟ طبعا اعلان وانا عاملها ليه؟ ما انا عاملها لا ممكن تقول لسه اي زد واي بي دي اي اي زد اي انا كنت دخلت حقيقه ويب سايت يعني بس انا قصدها انا بقى عشان براند نيم يعني طب حضرتك خدت بقى ايزي الثانية؟ خدت ايزي الثانية لقيت حاجات ثانية كتير داخلة عليها. يعني متاخدة ايزي بيت لا انا ايزي بيت عشان الناس هتتلخبط هتكتب الاس دي. انا عارف. عشان تجيب المنافسة عليك. انا براندنج ايزي بيت موجودة في امريكا.
بالاس بالاس زاد حاجه نادره.